مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده بما لا تعرفوا عن كندا. الكل بيسال شو هي اكثر اكله مشهوره في كندا. طبعا سؤال كتير صعب لانه كندا فيها كتير حضارات ثقافات وتعدد، لكن اشهر اكله موجوده اللي هي بوتين. اكله البوتين هاي اكله موجوده في كيبيك، يعني الكنديين الفرنسيين هم اللي اكتشفوها او عملوها. هي عبارة عن فرنش فرايز محطوط عليها تشيز، كوتج تشيز، تشيز مش مزرلا، كوتج تشيز، وفوق عليها جريفي زي شايفينه. هذه الأساسية. طبعا هلأ في ناس صاروا زودوا عليها بيكن، في ناس بحطوا عليها شاورما فوق، في ناس بحطوا عليها تشيكن، أنواع وأشكال. فصحتين وعافية، وتعالوا كلوا معنا بوتين.